السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير. حياكم الله يا جماعة الخير. كيف الحال؟ شلونكم؟ عساكم بخير. عسى أموركم زينة. عساكم الله من خير إلى خير دائم بإذن اللي ما تنام عينه. بعد على قولتهم راحة لمدة يومين، ترتيب أمور، تخلص شغل، كل شيء سويته. حرفيا أكون معكم واضح جدا، اليومين اللي راحت يعني ما فيها ركض كثر ما أن فيها تخليص شغل، تخليص أشياء متراكمة، تخليص تخليص شغل، تخليص أشياء متراكمة، نوم، حرفيا كل شيء، تجربة نظارات، كل اللي كنا نسولف فيه ونفكر فيه خلصنا. تمام. اليوم الصبح وصلنا إلى الدوحة مع الأستاذ سلطان العمري والأستاذ ضيدان. أي بعد أنتم ما خليتوا شيء، الله يحفظكم. استخباراتكم عالية بشكل ما شاء الله تبارك الله. إيه أنت اللي كذا، اللي واحد كذا اللي هو قال لا لا، بس أنا قال أبوي بس اللي تكلم مو أنا، والله العظيم اللي تكلم إنه ضيدان. ما تكلمت ولا قلت شيء، أنا أصلاً مش معهم فيني نوم. إذا ما طلعت معهم ورحت أقسم بالله إني ما أقدر أمشي أصلاً، ولا أقدر أسوي ولا شيء. فاحنا وصلنا الدوحة وبنحضر مباراة المنتخب اليوم بإذن الله، تنام عينا يوم أو يومين وراجعين بإذن الله إلى الرياض. الله يحفظكم بحفظه. شكرا لكل من اتصل وسأل، أنا موجود وبخير. الله يحفظكم ويخليكم لي يا ربي يا كريم. ايش جدولك اليوم طال عمرك؟ انا ودي كم تسمعون السؤال بس. سم ايش جدولك اليوم؟ لا انا جدولي تمام. سالتني قلت شكلك متغير او شيء. وين؟ ها؟ والله تعرف مصفف شعراتي ومزبطه وحاط سبراي. انا ما شفت تغير ولا شيء صراحه. شو؟ مصفف شعراتي؟ مزبطه شعراتك. شو؟ انت عرفت المشط انت؟ ليه ليه؟ ليه؟ ليش بتعرف المشط؟ وش مسوي في شعراتك؟ مصفف شعراتي وحاط سبراي مثبت. سبراي مصبط. ايه مصبط شعري. بدك زبطك؟ والله بدك ولعه؟ ولع شعراته؟ تبيني اولعه؟ جاسم ايش فيك ابو جاسم؟ والله العظيم يقول الفلوس ما تغير. ليه غيرتني؟ لا ابد. كنت تصفف شعراتك؟ مصفف شعراتي. قبل كنت تصفف شعراتك؟ لا قبل من زود الهم ما يدري عن شعراتك. شعراتي؟ كانت صفر. الحين زادت شعراتك. طبعا يا جماعة الخير، متوكلين على الله، متوجهين إلى المباراة في أول تجربة يا جماعة الخير مع المرشد السياحي والجميل جدا. المرشد السياحي خالك. ليه؟ من المرشد السياحي؟ مرشد المراجل. أحكي. وعلم من أعلام المراجل. أحكي. وعلم من أعلام إيه؟ أحد علم الأدب. الله يحفظك. علمت أحد أنت؟ ها؟ يلا توكلنا على الله. يلا بسم الله. من هنا؟ الشارع. فعبرت الشط على مودك. المهم متوجهين يا جماعة الخير بإذن الله ما تنام عينه عن طريق المترو إلى المباراة كتجربة أولى. أنا أتوقع أن المترو ما شاء الله تبارك الرحمن. لا إله إلا الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وصلنا يا جماعة الخير إلى محطة مترو الدوحة. والله ودي أجرب والله. الله يعطيك العافيه. الله يخليك. خلص. شكرا طال عمرك. يلا يا ابو يلا اسلم على حبيبنا. هلا المهم دخلوا وبعدين صار حلو، صار على سالفه ام سلطان العمري محمد ناصر. حلو بعدين في وش شحمت الاذن؟ شحمت الاذن ما تتذكر. مرحبا يا ابو ناصر. يا مرحبا. هلا حلو المترو. والله حلو ما شاء الله. زين. والله زين. حلو. لا حلو المترو. اي والله يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الرحمن. كلنا هنا. انسان غريب قاعد لحاله.
يا استاذ مشاري ما تشغله قاعد يسوق اقول عسى بس يعني ما حد مزعلينك قبل ما احنا نطولين 5 دقائق انت ورا الطريق انت ورا الطريق بس 5 دقائق واصلين لا لا عسى ما حد مزعلينك لا لا امور طيب فينا شيء احنا لا شو قاعد كل حالك هوجس الله ما تمطر الا وشو عمان الله هو يا منتخبنا يلا يلا انا يا جماعه الخير اول مره بحضر مع الجمهور فان شاء الله نتجربه كل حلوه ابغى نسوي بيس هيلب مي اوكي 19 اوكي هيري ثانك يو اتوقع ان الوضع مزري شوي الرابط هناك الله يا كريم المباراه كم يا ضيدان 1-0 تايلاند صادق انت ايوه ترني ما اشوف ترى انفزت بسنتين وخسرت ترني ما اشوف قالك يا غريب حلوه ذي حلوه سعودي جينا طبعا يا جماعه الخير ضيدان صرف لنا صرفه 1-0 والله العظيم انها 1-0 لكن الا الهدف انا عدتني اللهم لك الحمد لله اللهم لك الحمد لله اول مره نحضر مع الجمهور صدق لو اني كنت احضر مع الجمهور دائما احسن اي أيوة والله امتع يا رجل يا اخي حماس وحجيب التشجيع ما تلقاه هناك اي حماس انت بداخل لا بخصوص ما انت اوه يا الاخضر لا لا تكفى لا ولد يلا جنت اذا ما تقول اني وجه خير وجه ايش؟ خير والله ما ظني والله اني اخاف منها اني اخاف منها ان شاء الله انها والله اللي مرحبا والله اللي مرحبا يا ابو مشعل الشيخ فوقنا والله اللي مرحبا يا ابو مشعل يا مرحبا مسهلا لا فايزين لا فايزين ابدني يا بلد والله ما مثلك ابدني يا بلد اسمع العربي يستاهلك لك يستاهلك بدو يا ولد بدو وانا طالع هناك الله يسعدك بيعنك بيعنك ركز لي بيعنك بيعنك اخذت بيعنك امين يا رب ودك لقدام وامجادك وقعت والله ممتع يا جماعة الخير المنتخب قاعد يلعب على هادي الله يعطيهم العافية طيب مو مقصر اليوم صلى الله الكريم رب العرش العظيم الله يكتب الخير خير يا رب منتخب الحضور هنا جميل صح؟ صحيح والله مع الجمهور حلو حقق املنا الله اكبر حتى من الجمهور قمه صح حالي حقق املنا الله يا منتخبنا شك حقق املنا الله باسم الوطن كمل يا شباب كمل ايش فيك كل حاجه يا ابو ميدان قال كلمه اسمها فاهم ايش قلت؟ باسم الوطن انت تعتبر يا ولد من امس ماني فاهم سريع يا ولد في علم رجعوا للفار كم التحقق قول كم التحقق انا مو قول ما عاد معك الا ما حصل جول فين هاي بنتي؟ انزل وين؟ والله بنطرد والله بنطرد والله قلنا لك ارجع فعولك يا ايش اللي تنكر؟ والله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يكرمك بالخير الله اكبر شوف شوف نواف شوف نواف نواف ولد ولد هد 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 امسك جوك هد هد اوه يا منتخبنا اسعد امك ايوه ان شاء الله انك تجلس
تبارك الرحمن. حضور اليوم يا جماعة الخير 38,000، الله يطول العافية جميعا. المباراة كانت ممتعة، هذه بعض الشيء، بس الحمد لله ضامنين التأهل وما زلنا بإذن الله. يلا التوفيق يا جماعة الخير. يا أجمل ويا أقوى يا أخي، ايش ذا الشعب الحلو ذا يا أخي؟ جمهور جمهور ما تلقى مثله والله. دعني والله ما نطلع من آسيا بإذن الله بإذن الله علينا. صرحنا على المترو فكانت الامور كلها تمام، في الرجعه كان المترو زحمه، فمن اجتهاد شخصي قلنا تكاسي يعني افضل. فنص ساعه مدري ساعه احنا واقفين، ما ادري ايش فيهم العيال يعني دايخين. كل مدينه تحادي جينا تحادي. ايش اللي انت خبيه؟ الهلاوي النصر الهلال المنتخب صادق. سادي جينا من كل مدينه فاز باذن الله. ايش كنت فيها؟
لا صك الكف خلنا على بيرد بول على فك سواها بيرد بول تبي نوافي صح نزلها بدون ابشر نزلها لان هنا ننزل على المطعم ايش رايكم لا قدام صح 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 تونا وصلنا للقلب النابض للدوحه الان يا جماعه الخير المطعم ايش مو عندكم شيء في المطعم؟ قلبك يدق انت ولا ايش؟ لا 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 مو مرد بالله تكفى ذكرت لا لا المطعم وين يا استاذ؟ تعال تفضل تفضل توني واصل يا جماعه الخير عرفت شو اللي يعني كل شيء حلو كل شيء حلو وتفاصيل الرحله كامل حلو بس تعب احنا وصلنا اليوم قول له تيل الساعه 8 9 نمنا صحينا الساعه 1 خلصنا المباراة مشيت لين قلت امين تعرف المكان تعرف لما تسافر مكان ما تبغى تنام تبغى تشوف كل شيء يمكن تبغى تلحق على كل شيء وتبغى تروح مع كل احد الان مهزوم بطلع من هنا ف يا رب الهمني الطاقه يا رب اي والله